اهلا بحضراتكم من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد ولغايه شمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وبالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وهنلاقي شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من وللقاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهنلاقي فرص امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه وسلاسل جبال البحر الاحمر، وكمان نشاط رياح على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه وعلى فترات متقطعه. تفاصيل اكتر هنعرفها عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار، صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة منار. الطقس النهاردة هيكون شكله إيه؟ احنا طبعا اليوم هنشهد مزيد من التحسن في الاحوال الجويه بعد 48 ساعه من التقلبات الجويه. هنبدا نتاثر بحاله من الاستقرار في الاحوال الجويه، زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، وتاثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. فرص الامطار هتنحصر فقط في السواحل الشماليه للغربيه للبلاد، وكمان هتكون امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. فاليوم الامطار هتكون فقط في مطروح والاسكندريه، بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر، فرص امطار خفيفه على فترات متقطعه من اليوم. بالاضافه كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه، الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير هو تكون الشبوره المائيه خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. وطبعا نتيجه توافر الرطوبه بعد سقوط الامطار، الشبوره المائيه دي كثيفة، يعني بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، وانخفضت معها الرؤية الأفقية بشكل كبير. وإن شاء الله مع سطوع أشعة الشمس تقريبا ساعة كمان وتبدأ الشبورة المائية تتلاشي من على أغلب الطرق والرؤية تتحسن على أغلب الطرق. حسنا. كمان مع طبعا الاستقرار في الأحوال الجوية بيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة فترة النهار وفترات الليل. يمكن فترات الليل العظمى بتتراوح، فترات النهار العظمى بتتراوح ما بين 18 و 19 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، يعني أجواء لطيفة تماما خلال فترة النهار على أغلب المناطق. دايما بنحس دكتورة منار إن بيبقى فيه يعني أجواء لطيفة بعد سقوط الأمطار، بنحس إن الجو بقى أدفى شوية. بالفعل هو بعد سقوط الامطار طبعا بيحصل في انطلاق الطاقه في الموجوده في الجو، بنحس بالحراره وبنحس بالدفء دايما بعد سقوط الامطار مباشره. احنا الايام دي في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، اشعه الشمس كمان هتخلينا نحس بالدفء اكتر. نعم. والاستقرار في الاحوال الجويه، مفيش اي فرص لتكاثر السحب المنخفضه او المتوسطه، فبالتالي هنحس بالدفء والاستقرار. لكن مع غياب اشعه الشمس ودخول فتره الليل خاصه ساعات الليل. نعم. المتاخر والصباح الباكر درجات الحراره تنخفض بشكل كبير، بتوصل على القاهره الكبرى 10 و11 درجه مئويه خلال فتره الليل، بعض المناطق من المدن الجديده بتكون اقل من 10 درجات، بتوصل احيانا ل 8 درجات في محافظات شمال الصعيد. فالاجواء فتره الليل خاصه مع غياب اشعه الشمس بتكون ما بين البارده الى شديده البروده، حتى كمان فترات الصباح الباكر قبل سطوع اشعه الشمس. الاحوال الجويه المستقره دي الحمد لله مكمله معانا يمكن غدا الاربعاء ان شاء الله، لكن فرص الامطار فقط هتكون موجوده خلال الايام القادمه فقط في السواحل الشماليه وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري. لكن هتكون غير مؤثره ان شاء الله. ان شاء الله هي امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه وغير مؤثره ان شاء الله على اعمال الانشطه اليوميه حتى الان. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي في هيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. القاهرة العظمى فيها 19 والصغرى 13، العاصمة الإدارية 19-11، الإسكندرية 19-13، العلمين الجديدة 20-12، مطروح 19-12، دمياط 19-12، بورسعيد 19-13، والإسماعيلية 20-11. السويس العظمى فيها 19 والصغرى 12، العريش 19-10، كاترين 14-3، طابا 19-12، حلايب 21-15، شلاتين 24-16، شرم الشيخ 22-14، والغردقة 22-14. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 10، بني سويف 19-10، الوادي الجديد 22-6، اسيوط 20-7، سوهاج 21-9،
قنا 21/10، الأقصر 21/10، أما أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 11. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا معاكم بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة. إن شاء الله يكون اليوم لطيف وما فيهوش أي مشكلات. خلينا على طول نرجع لشاذلي والجمانة نكمل باقي فقراتنا. تفضل. شكرا كمان. شكرا جزيلا. شكرا.